أهلا بكم في ترند. تصدر صباح اليوم هاشتاغ صوت المطر بسبب أمطار الخير التي هلت منذ الصباح على مملكة البحرين، وشارك العديد من المغردين أدعيتهم ومقاطعهم المصورة معبرين عن حبهم للمطر وريحة المطر، إلا أن إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات حذرت من أمطار رعدية وهبات شديدة السرعة. تصدر هاشتاغ النصر بطل السوبر في تويتر بعد تتويج نادي النصر بطلا لكأس السوبر السعودي وللمرة الأولى في تاريخه عقب فوزه على فريق التعاون بركلات الترجيح والذي احتضنها أستاذ مدينة الملك عبد الله الجوهرة المشعة بجدة. تفاعل رواد موقع انستغرام مع المقطع المنتشر للوحة الإعلانية المبتكرة التابعة لقناة بي بي سي الموجودة على طريق بريكستون في العاصمة البريطانية لندن، وذلك للترويج لمسلسل دراكولا الذي سيعرض على قناتهم، وفيه يظهر دراكولا عند حلول الليل فقط كما يحدث في الرواية الأصلية. نتابع. حدث غريب وطريف تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فقد عثرت الشرطة المحلية في ولاية فلوريدا الأمريكية على سيارة تم ركنها بالصدفة في أغرب مكان ممكن، ونشرت شرطة ويست بام بيتش على حسابها بموقع فيسبوك مقطع مصور للسيارة المركونة بالخطأ وسط مسبح تابع لأحد الفنادق، وقالت في تعليقها: لحسن الحظ لم يصب أي شخص في الحادث، السائق ومن معه هربا من المكان بعد إسقاطهما السيارة داخل المسبح. في أول مزادات عام 2020 بيعت في اليابان سمكة تونة ذات زعنفة زرقاء بسعر يقترب من مليوني دولار بسبب وزنها الذي وصل أو يصل إلى 276 كيلوغرام، وتداولت العديد من منصات التواصل هذا الخبر مستذكرين الشخص نفسه الذي اشترى أغلى سمكة تونة في عام 2019. مشاهدينا، وصلنا معاكم إلى ختام حلقة اليوم، نلقاكم باكر وحلقة جديدة من ترند. إلى اللقاء.